سلام الغزالات ديالي، مرحبا بكم معنا في قناتكم شوات الاخوات. فيديو جديد ووصفه جديده، ما تبخلوش علينا عفاكم بلا لايك. شاركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنوا هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه الرائعه ديال الارنب، قنيه معمره بالرز ودوك الكبده ديالها والكلوه في الفران. والسر باش ما يجيناش هكا ناشف، لحقاش الى بنادم محمره بزاف ولا القنيه هي واحد الاخر اللي كتنشف كتجي ناشفه، باش ما تجيناش ناشفه تجينا معلكه وطريه وبنينه كيف ما كتشاهدوا. كتجي رائعه بطريقه جد سهله ومبسطه. وهذا ما كان، شاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المكونات والطريقه. غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنا عندنا القنيه اللي سبق لينا غسلناها بطبيعه الحال مزيان مع الملحه والحامض، نغسلوها ونقيوها نقطروها مزيان. ودابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا لها داكشي باش غادي نعمروها القنيه ديالنا من الداخل. غادي ناخذ واحد المقيله وغادي نديرو هنايا عندنا واحد البصيله صغيره شلضناها في هذيك الهاشوار، ولا تقطعوها هكا تشلضوها رقيقه، ونديرو لها واحد شويه ديال زيت الزيتون وواحد الرشيشه ديال الملحه على حسب الذوق. وغادي نديرو المقيله ديالنا فوق من العافيه باش تحرر لنا هذيك البصيله. في هذا الاثناء غادي ندوزو باش غادي نحضروا التشرميله باش غنشرملو بها القنيه ديالنا. عندنا الخرقوم واحد المعلقه صغيره ما عامراش، عندنا معلقه صغيره كذلك ديال سكينجبير ما عامراش، معلقه صغيره كذلك ما عامراش ديال التحميره، بابريكا، الراس ديال معلقه صغيره ديال الفلفله كحله بزار، والراس ديال معلقه صغيره كذلك ديال القصبر يابس، وعندنا واحد الشعيرات ديال زعفران وزيت الزيتون. وغادي ندوزو باش غادي نشرملو ندهنو هذيك القنيه ديالنا هكا مزيان، حاولوا ندهنوها من جميع الجهات من الداخل وكل شيء ندهنوها مزيان. الحاجه اللي كتكون هكا تحمر من الاحسن ما درناش الربيع من الاخر باش من نحمروها ولا ما يتحرقش لينا هذاك الربيع. صافي غادي نحتفظوا بالقنيه هكا ديالنا مشرمله جانبا. هنا البصيله ديالنا كيف ما كتشاهدوا بعد ما هبطات تحرت لينا واحد شويه. غادي نديروا هذيك الكبده وهذيك الكلوه اللي سبق لينا سلقناهم في الماء فهاد الكاسرونه مع الماء شويه د الملحه وشويه حامض او خل على حسب اللي متوفر عندكم. عندنا هنايا الابزار فلفله كحله، الراس ديال المعلقه صغيره، الراس نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير. نخلطوا هاد العطريه مع هذيك الكبادي الكبده وهذيك الاخر ونضيفوهم لفوق من البوطان. بعد ما نحيدوهم تحروهم واحد شويه غادي نضيفو هنايا واحد الخيزويه محكوكه، وهنايا عندنا شويه ديال المعدنوس وواحد الحفينه كذلك هكا صغيره ديال الزيتون خضر بلا عظمه. ونشحروا هذوك المكونات كاملين مع بعضياتهم ونحيدوا المقيله ديالنا فوق من البوطه، وغادي نضيفوا لها الرز مسلوق واحد الحفينه كذلك. مهم المكونات غنخليهم لكم عفوا مكتوبين كيف العاده في صندوق الوصف. صافي نخليو هذيك العماره ديالنا تدفى واحد شويه باش ما نديروها سخونه في هنايا في قلب القنيه ديالنا، ونبداو كنعمروها بهذه الطريقه. كتجي زوينه بزاف البنات. نحاولوا نعمروا الاخر، تقدروا تضيفوا تعمروها بالكفته، تقدروا الا كانوا عندكم الكبادي عاودوا ولا تقينصات ديال الدجاج كذلك تضيفوهم على حسب داك الشيء اللي متوفر عندكم. هنا بعد ما عمرنا القنيه ديالنا غادي ندوزوا باش غنخيطوها، نسدو لها هذيك الكرش ديالها باش هذيك العمارة تبقى مجموعه لداخل. طريقه سهله وبسيطه، كيجي بنين بزاف البنات. غنديروه في الفران يطيب بلا ما بلا حتى شي حاجه، كيجي فتي وخوغوص يجي فتي ويجي طري ما يجيش ناشف. المهم هنا نستمروا نقادوا القنيه ديالنا مزيان نخيطوها، وغادي ناخذوا الطاوله اللي غندخلوها للفران وغادي نفرشوا لها ورق ديال الطبخ في ورق الزبده بهذه الطريقه. وغادي نديروا واحد البصيله نقطعوها هكا دوائر نديروها فوق من هذاك الورق عاد، وغادي نديرهم من الفوق للارنب ديالنا بهذه الطريقه. غادي نديرو حنا في الفران ديال الغاز على نشعلو له غير من التحت، ونخليوها على نار هكا متوسطه غاديه المهيله تقريبا واحد الساعه
ما تحتاجش الوقت كتر، وما كيف سبقت قلت لكم ما غنضيفوا لا ما لا حتى شي حاجه، غطيب غير هكا صافي. غادي نديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون هكا من الفوق صافي، وغادي نديروا عاود الورق الزبده ونغطيو الطاوه ديالنا بالورق الالومنيوم من الفوق مزيان باش يرجع ليها هذاك الصهد ديال الفران وداك الشيء. غطيب غير هكا بلا ما بلا حتى شي حاجه. نديروا هنايا جوج ورقات ديال سيدنا موسى وصافي. نغطيو كيف سبقت قلت لكم هكا الطاوه ديالنا مزيان بورق الالومنيوم، وندخلوا الطاوه ديالنا الفران تقريبا واحد الساعه على نار مهيله. تقدروا ترافقوها مع شي حاجه هكا البطاطا، تقدروا ترافقوها مع خضيره هكا مسلوقه ومشحره هكا شويه في مقله مثلا بحال اللوبيا شعره خضراء ولا على حسب الذوق ديالكم. هذه هي القنيه ديالنا بعد ما حيدناها من الفران، كيف ما كتشاهدوا كتجي شهوه منها. هنايا عندنا البطاطا اللي سبق لينا سلقناها وحمرناها هكا في شويه زويته هكا في البلانشا في المقيله، وهذوك السيجارات عاود هما كيجيو رائعين بزاف. من بعد غادي نشاركوهم معكم في وصفه اخرى ان شاء الله، كيجيو مقرمشين لذاذ بزاف. وهنا كيف ما كتشاهدوا هذا هو الطبق الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، قنيه معمره كيف ما كتشاهدوا كتجي طريه وخغوصه، كتجي ما كتجيش ناشفه، ما عرفتش الكلمه ديالها بالضبط، كتجي طريه فتيه ما تجيناش ناشفه. ما نحمروهاش من نحيدوا لهذاك من طيب لينا من نبقاو نراقبوا القنيه ديالنا ونشوفوها طابت ونحيدوا لها الورق باش تحمر، ما نخليوهاش تحمر لينا بزاف باش ما تنشفش باش تبقى طريه. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه اللي حضرنا بها هذه القنيه هكا معمره، وتجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله.